للحديث مشاهدينا عن ما يشهده المسجد الأقصى المبارك من اقتحام المستوطنين وشرطة الاحتلال والاعتداء بعنف على المعتكفين فيه، معنا الناطق عبر سكايب، ناطق رسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بكم دكتور معنا. حياكم الله. حياكم الله دكتور. ما خطورة ما يحدث من اقتحامات واعتداءات التي يقوم بها الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك في هذا التوقيت في شهر رمضان، وأيضا في المقابل مع ما تمر به حكومة الاحتلال من أزمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك ولجميع مشاهدي هذه القناة، والتحية من خلال هذه الشاشة كذلك لأهلنا في فلسطين الصابدين المرابطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بالرحمة، وأن يمن على الجرحى بالشفاء، وأن يربط على قلوب المرابطين هناك. الأزمة هذه ليست بالجديدة، والاعتداء هذا ليس بالجديد، والاقتحام كما ذكرتم في تقريركم ليس أول مرة بل هو يتكرر، لكن الخطورة أن هذه الاعتداءات وهذه الاقتحامات نجدها تتصاعد بين الحين والآخر، وهي في يعني سلم تصاعدي كما يقال، وليس هنالك من حدود أو ما يردع مثل هذه الاعتداءات وهذه القوات. هي تريد أولا من جانب تغتنم وتستغل ضعف الأمة وانشغال الدول العربية والإسلامية بأزماتها الداخلية، وانشغال كذلك بعض البلاد وانخراطها فيما يسمى بالتطبيع للأسف من جانب، ومن جانب آخر فهي تريد أن تتجاوز الأزمات الداخلية لتعبر عليها لتكون مثل هذه الاعتداءات نوع من توحيد صفها الداخلي. هذه الاقتحامات التي تتصاعد يوما بعد آخر يراد منها تغيير واقع المسجد الأقصى بجميع مرفقاته، تغييره نحو تهويد المسجد الأقصى بعد أن استطاعوا أن يهودوا الكثير من أجزاء القدس. هذه الاقتحامات وهذه الاعتداءات التي هي شملت كل الأرض الفلسطينية، ولكنها هنا بشكل خاص المسجد الأقصى الذي له المكانة الكبيرة لدى نفوس المسلمين، يجب أنه لا يسكت عليها ولا تمر دون أن يكون للأمة موقف حقيقي، وتشعر هذه الحكومات الاحتلال أن هنالك رادع قوي، وأن هنالك أمة تحمي هذه المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى. إذا ذكرتم دكتور عبد الحميد أن الهدف الأساس من هذه الانتهاكات ربما جسد النبض وربما اختيار الوقت المناسب، والهدف الأساس هو تهويد المسجد الأقصى والوصول إلى المرحلة التي يريدونها. ما ملامح هذه المرحلة؟ كيف سيكون هذا التهويد؟ وهل ستستيقظ الأمة لتدافع عن هذه المقدسات؟ الأمة صاحية حقيقة، لكنها للأسف أحيانا تكون مقيدة ببعض القيود، وعلى رأسها للأسف القيود السياسية من بعض الحكومات. ولكن ما يراد من هذا التهويد وهذه السياسات الممنهجة للاقتحامات، هم لديهم مشروع ولديهم خطة ويسيرون عليها. هم يكررون ويزيدون من قضية الاقتحامات ومن ممارسة طقوسهم اليهودية داخل باحات المسجد الأقصى. هذا التزايد وهذا التصعيد وهذا التكرار لهذه الطقوس لما تزداد يوما بعد آخر يريدون الانتقال إلى المرحلة الثانية التي أعلنوا عنها، كلها معلنة طبعا ولا يوجد شيء سري، وهو قضية التقسيم الزماني والمكاني كذلك للمسجد الأقصى. ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الخطوة الأخيرة، وهي أن يقوموا بتهويد هذا المسجد الأقصى كليا زمانيا ومكانيا بعد أن يتحول جميعا إلى سيطرتهم بشكل كامل، ولا يكون للمسلمين ربما إلا مجرد زيارة كسائح. الأمة اليوم عليها الدور الكبير، وأن لا تكتفي بدور المتفرج ولا فقط بدور الإدانات والشجب، ولا أن تكون مرتبطة ومتقيدة بما يسمح لها. الأمة لديها قدرات كبيرة وواسعة، ولا بد أن كل فرد من أفراد الأمة أن يقوم بواجبه تجاه
هذا المسجد الأقصى الذي له قدسية وله مكان عند الجميع، يعني لا يختلف المسلمون في هذه القضية، ولكن نحتاج إلى مشاريع عملية وانخراط الأمة كلها في هذه المشاريع العملية نصرة للأقصى. كيف نستطيع أن نفعل هذه المواقف العملية؟ وقد ذكرتم الدور الرسمي، يعني هل ترتقي هذه الردود الفعل العربية والإسلامية لمستوى هذه الانتهاكات برأيكم؟ وكيف أيضا بالمقابل يمكن أن نفعل المواقف العملية؟ وإذا تعذر كيف يمكننا أن نستعين بالشارع، بالموقف الشعبي ربما يكون فاعلا أكثر؟ نعم نعم سؤالك من شقين، شق المواقف الرسمية، يعني ذكرتم في تقريركم بعض الدول، يعني هذا من المؤسف أنه ليس جميع الدول العربية والإسلامية أن يصدر منها موقف، وموقف شجاع وقوي، وحتى الدول التي أصدرت موقف البعض منها للأسف مواقف خجولة، طبعا فضلا عن المواقف يعني المواقف العديد والأغلبية العظمى من دولنا العربية والإسلامية الساكتة إلى هذه اللحظة التي لم يصدر منها لا موقف رسمي على مستوى الحكومات، ولا حتى إعلام تلك الدول تحرك نحو نقل على الأقل نقل الصورة التي تحدث هنالك وما يتعرض له أهلنا في المسجد الأقصى، والاعتداءات التي هي باتت على مرأى ومسمع العالم كله. من جانب الشارع، الشارع العربي والإسلامي، موقف الأمة، هنالك أدوار كثيرة وأساليب كثيرة تستطيع الأمة القيام بها، الإدانات، الإعلام، الشجب، الكلمة الصادقة، سواء كانت بالصوت أو بالكتابة، وسائل الإعلام المنتشرة الفردية والعامة وغيرها، كل هذا مطلوبة، ولكن فضلا عن ذلك لا بد من النزول إلى الشارع في الدول الإسلامية جميعا لتحقيق نوع من الضغط على الحكومات الساكتة، لا بد من أن يتحول هذا الحراك إلى رفع الصوت حتى تقوم هذه الدول بواجبها كمسؤولة عن هذا الشعب، كممثلة عن هذه الشعوب، فتنقل صوت الجماهير هذه الغاضبة والرافضة إلى مواقف رسمية شاجبة، وإلى مواقف رسمية تتخذ على الأقل مواقف عملية ضد هذه الحكومات الصهيونية والمجتمع الدولي عموما، لتشكيل نوع من الضغط الدولي لإيقاف مثل هذه الانتهاكات. من جانب آخر، أهلنا في فلسطين، يعني اليوم نحن كثير من البلاد لا نستطيع أن نصل لنصرتهم بأجسادنا، لكن لا نعجز عن نصرتهم بالمال، فأهلنا هناك الذين يرابطون بصدور عالية على الأقل يحتاجون إلى الدعم، فضلا عن الدعم المعنوي، نعم يحتاجون إلى الدعم المادي، وهنالك المؤسسات المقدسية، الهيئات العلمائية، الروابط المعروفة بمواقفها وثقتنا بها، موجودة في منتشرة في أنحاء العالم الإسلامي، لا بد من دعم هذه المؤسسات لتكون هي قناة وجسرا لإيصال دعمنا لأهلنا هنالك المرابطين وتثبيتهم، وعلى الأقل نساندهم في مثل هذه المواقف ومثل هذا الصمود وهذه المرابطة حتى يتحقق إن شاء الله تعالى النصر. وبالمناسبة يعني شبابنا هناك على قلة عددهم وقلة عدتهم، إلا أننا نراهم كيف زعزعوا هذا الكيان وأخافوه واضطروه إلى أن يستعمل أقصى حالات العنف، واستخدام أقصى حالات العنف دليل على ضعف هذا الكيان ودليل على خوره وضعف موقفه. وجهتم أيضا دكتور عبد الحميد بضرورة كشف ادعاء نصرة القضية الفلسطينية من أمثال إيران وحلفائها، ما مدى أو لنقل هل بات ضروريا أن نكشف هذا الاستغلال أو الادعاء وأن نفضحه الآن؟ هو كشف منذ مدة طويلة، ولكن للأسف لا يزال البعض منخدع ومتعلل يتحجج بأنه الضرورة ويحتاج إلى دعم إيران. إيران كانت تتاجر بهذه القضية، وأعلنا ذلك مرارا
وتكرارا، ومتاجرتها بادعائها بنصرة القضية لتحقيق مكاسب على مستوى العالم كله وعلى مستوى البلاد الإسلامية. وبعد أن انكشف مثل هذه الألاعيب إلا أنها مستمرة في مثل هذه الممارسة هذا الدور. لكن للأسف خطر إيران لم يعد فقط أنها تجاجر وتسكت وتؤيد حينما تريد وتستغل هذه دعمها لهذه القضية في ورقة مفاوضاتها أمام مصالحها، هي تدعم بعض الفصائل الفلسطينية بالقليل في مقابل أنها تستخدم هذه الورقة على طاولة مفاوضاتها أمام الدول الغربية في بعض الملفات المختلف فيها. ولكن انتقل اليوم الدور الخطر الإيراني ليس إلى هذه المتاجرة فقط واللعب وتحقيق مصالحها، وإنما إلى شق صف الفصائل الفلسطينية، إلى أنها باتت لما تلعب أدوار خبيثة لدى هذه الفصائل، بدأت تضعف من ثقة المسلمين والأمة عموما بمثل هذه المواقف للأسف. طبعا اليوم هذا الدعم بات ينعكس سلبا على هذا الموقف، وهذا خطر عظيم. يعني لا يتعلق القضية القضية الفلسطينية بهذا الفصيل أو بهذا الكيان أو بهذا الشخص، القضية الفلسطينية قضية الأمة. نعم الفلسطينيون هم لديهم ما يسمى بالاختصاص المكاني، ولكن اختصاصهم المكاني لا يجعل من القضية الفلسطينية حصرا عليهم، ولا يجعل لهم الحق الكامل بأنه يتصرفون تصرفا قطريا، وإنما عليهم أن يتعاملوا مع هذه القضية بأنها قضية أمة كما تتعامل الأمة معها وفق هذا المنظار. إذن دكتور عبد الحميد العاني، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لكم.